السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذه نشرة أخبار منتصف الليل من 7 نيوز. أهلا بكم، والبداية مع العناوين. رئيس الدولة يبحث مع رئيس الكونغو الديمقراطي العلاقات الثنائية. ماكرون يدافع عن إصلاح نظام التقاعد العادل والمسؤول الذي يتعين تنفيذه بحزم. وفي العناوين أيضا، محادثات صينية أمريكية اقتصادية في زيورخ بسويسرا. هذه كانت العناوين، وإلى التفاصيل. بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حافظه الله وفخامة فيليكس تشيسيكيدي رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية الصديقة مختلف أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تنميتها في مختلف المجالات. ورحب صاحب السمو رئيس الدولة خلال اللقاء الذي جرى اليوم في قصر الشاطئ بفخامة فيليكس تشيسيكيدي، والذي يقوم بزيارة عمل إلى الدولة يحضر خلالها أسبوع أبوظبي للاستدامة. وعبر سموه عن تمنياته للكونغو الديمقراطية الصديقة بالنماء والسلام والاستقرار، كما أكد جانبان خلال المباحثات الحرص المتبادل على تعزيز الروابط الاقتصادية والتنموية بين البلدين الصديقين واستثمار الفرص المتاحة لتوسيع قاعدة المصالح المشتركة لمصلحة شعبيهما. استقبل صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة اليوم في مقر إقامته في أبوظبي أخاه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حافظه الله. ورحب جلالة الملك حمد بن عيسى بأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وتبادلا الأحاديث الأخوية الودية والتي تعبر عن متانة الأواصر الأخوية المتجذرة التي تجمع البلدين الشقيقين وقيادتهما وشعبيهما، سائلين المولى عز وجل أن يديم على البلدين نعم الأمن والاستقرار والازدهار. كما تناولا التعاون الثنائي والتنسيق المشترك في مختلف المجالات التي تخدم مصالحهما المتبادلة وتلبي تطلعاتهما لشعبي البلدين وأجيالهما المقبلة إلى مستقبل أكثر تقدما وازدهارا. استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة في قصر سموه بمدينة صقر بن محمد اليوم فخامة سورانغالا جونيور رئيس جمهورية بلاو، والذي يقوم بزيارة رسمية للبلاد. ورحب صاحب السمو حاكم رأس الخيمة بفخامة الرئيس والوفد المرافق له، وبحث معه سبل تعزيز علاقات التعاون بين رأس الخيمة وجمهورية بلاو بما يخدم المصالح المشتركة على مختلف الصعد. من جانبه، أكد فخامة سورانغالا ويبسا سعي بلاده لتعزيز علاقات التعاون مع دولة الإمارات، مشيدا بمكانتها وحضورها على الصعيدين الإقليمي والدولي. قدمت سعادة فاطمة خميس المزروعي نسخة من أوراق اعتمادها سفيرة لدولة الإمارات في مملكة النرويج إلى سعادة تون أليريس رئيسة المراسم في وزارة الخارجية النرويجية. وتمنت سعادة تون أليريس لسعادة السفيرة التوفيق في مهام عملها وتطوير العلاقات الثنائية وتعزيزها في مختلف المجالات التي تجمع البلدين، مؤكدة استعداد بلادها لتقديم كل دعم ممكن لتسهيل مهامها بما يسهم في ارتقاء العلاقات بين البلدين. بدورها، أعربت سعادة السفيرة المزروعي عن اعتزازها بتمثيل دولة الإمارات لدى مملكة النرويج وحرصها على تعزيز العلاقات الثنائية وتفعيلها في شتى المجالات بما يدعم أواصر الصداقة بين البلدين الصديقين. غردت وزارة الصحة ووقاية المجتمع على حسابها الرسمي في تويتر تعرف إلى سرطان عنق الرحم وعلاقته بفيروس الورم الحليمي البشري. نتابع معا. We'll be right back.
لتبقى مدينتنا نظيفة ومستدامة، تحرص بلدية دبي على اعتماد نظام متطور لجمع ونقل كل من النفايات العامة والمخلفات القابلة لإعادة التدوير بشكل مستقل، كما تم تزويده بأحدث تقنيات لرفع الحاويات وإنزالها دون تدخل أي عنصر بشري. نتابع هذا الفيديو من الصفحة الرسمية لبلدية دبي معا. وإلى الأخبار العربية والعالمية من 7E نيوز. دعا وزير الخارجية السعودية الأمير فيصل بن فرحان الحكومة الإسرائيلية الجديدة إلى تعامل بجدية لتسوية الصراع مع الفلسطينيين. وقال الأمير متحدثا خلال المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس إن الحكومة الإسرائيلية ترسل بعض الإشارات التي ربما لا تبشر بذلك، لكنه عبر عن أماله في أن ترى الحكومة أن حل الصراع سيكون في مصلحة إسرائيل والمنطقة ككل. انتهت مرحلة التصويت من الدورة الأولى لانتخاب رئيس جديد للجمهورية اللبنانية داخل المجلس النيابي. الإنفوغراف التالي يستعرض نتائج الانتخابات الرئاسية في لبنان. قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من برشلونة بمناسبة القمة الفرنسية الإسبانية إن إصلاح نظام التقاعد تم تقديمه بشكل ديمقراطي والتحقق من صحته، وهو عادل ومسؤول قبل كل شيء. الإصلاح سيتم باحترام وبروح الحوار، ولكن بتصميم وروح المسؤولية. حث رئيس أوكرانيا فولاديمير زيلينسكي شركاء أوكرانيا على إمداد كييف بمزيد من الأسلحة في أسرع وقت ممكن، قائلا إن هذا سيساعد في ضمان أمن أوكرانيا وأوروبا. ويقول إن دافع الجيش الأوكراني لا يكفي ضد آلاف الدبابات التابعة للاتحاد الروسي، هذا لا يكفي، كما قلت بالفعل لزملائنا، شجاعة جيشنا ليست كافية ودواقع الشعب الأوكراني لا يكفي. أمضى سائقون الليل في طابور للوصول إلى محطة وقود محلية في نارينو، حيث استمرت أزمة الوقود في المنطقة بعد الانهيارات الأرضية الأسبوع الماضي. وتم تصوير السكان وهم ينامون في الشوارع ويحملون بطانياتهم الخاصة ويشعلون النيران للتدفئة. قال أحد الجيران الذي قال إنه انتظر طوال الليل للحصول على الوقود إن محطات الوقود ترفع الأسعار. كما قال نطلب من الحكومة الوطنية مراجعة هذه الأسعار من فضلك، لأنه لا ينبغي أن نتحمل عواقب كارثة طبيعية. أدى وزير الدفاع الألماني الجديد بوريس بيستوريوس اليمين الدستورية في البوندستاغ في برلين، وأظهرت لقطات في القاعة العامة بينما اتصل رئيس البوندستاغ بباريلياس خليفة وزيرة الدفاع المستقيلة كريستين لامبرخت لها بغرض أداء القسم المنصوص عليه في القانون الأساسي. ووقف بوريس بيستوريوس عندئذ وانتقل إلى باس ليقسم القسم.
على القانون الأساسي أثناء وقوفه معا، أقسم أنني سأكرس قوتي لرفاهية الشعب الألماني وأغذي نفعه وأتجنب الأذى منه، وأؤيد القانون الأساسي وقوانين الاتحاد وأدافع عنه، وأؤدي واجباتي بأمانة وأمارس العدالة تجاه الجميع. التقى وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف بالرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو في مينسك، حيث اتفقا على مواصلة تشكيل جبهة دبلوماسية موحدة طوال الهجوم على أوكرانيا. وعلى الرغم من أن لوكاشينكو يحث الغرب على التفاوض، ويصر لافروف أيضا على أن هذا التحالف يهدف إلى ضمان عدم تهديد روسيا أو بيلاروسيا من قبل جيراننا. أما الآن فإلى أخبار الاقتصاد من 7 نيوز. عقد نائب رئيس مجلس الدولة الصيني رئيس الجانب الصيني في الحوار الاقتصادي الشامل بين الصين والولايات المتحدة محادثات مع وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين في زيورخ بسويسرا. وأجرى المسؤولان البارزان تبادلات مهنية وصريحة وعملية حول وضع الاقتصاد المالي للبلدين وللعالم بأكمله، وكذا حول مواجهة التحديات العالمية المشتركة في محادثات وصفت بالبناءة. واتفق الجانبان على أن التعافي الاقتصادي العالمي يمر بمرحلة حاسمة، وأنه من مصلحة البلدين وكذلك العالم بأسره أن تعزز الصين والولايات المتحدة التواصل والتنسيق بشأن السياسات الكلية والتصدي المشترك للتحديات في المجالين الاقتصادي والمالي. كما اتفق الجانبان على مواصلة دعم الأسواق الصاعدة والدول النامية في التنمية الخضراء ومنخفضة الكربون. واتفق الجانبان أيضا على الحفاظ في الاتصال والتبادلات بين الفريقين الاقتصاديين والتجاريين على مختلف المستويات. علقت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد على التوقعات الاقتصادية لعام 2023، وذلك خلال جلسة نقاشية حول النمو الأوروبي عقدت خلال اجتماع المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس. وقالت لاغارد عن توقعات النمو لعام 2023 والتي سترتفع ب 5% بعد نسبة بلغت 3.4% في 2022. ورئيس الوزراء الهولندي مارك روتا الاتحاد الأوروبي قال إنه ليس عاما رائعا ولكنه أفضل بكثير مما كنا نخشاه. كما تناول قادة العالم في اللجنة معدل التضخم الحالي الناجم عن الحرب بين روسيا وأوكرانيا وأفضل طريقة للتعامل مع العواقب الاقتصادية. قال دومبور فيكسيز إن الحرب هي الحرب، وقف الحرب. النشرة مستمرة، وإلى أخبار الرياضة من 7 نيوز. اعتمد مجلس إدارة اتحاد الإمارات لكرة القدم توصية لجنة المنتخبات الوطنية والشؤون الفنية باستمرار الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة الأرجنتينية رودولفو أرواپارينا، مع تقديم كل الدعم للمنتخب الوطني لتحقيق الناتج أو النتائج المرجوة. وجاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة الاتحاد اليوم في مقر الاتحاد بدبي برئاسة الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس الاتحاد وبحضور أعضاء مجلس إدارة الاتحاد. كما حضر أرواپارينا جانبا من الاجتماع. هذا وأعرب مجلس إدارة الاتحاد عن تفهمه لحزن الجماهير على النتائج التي حققها المنتخب من هذه البطولة، داعيا الجميع لمواصلة التعاون والتكاتف لتطوير الكرة الإماراتية من خلال النقد الموضوعي أو طرح الآراء أو الأفكار الواقعية. وفي ختام نشرة أخبار منتصف الليل من 7 نيوز، هذا تذكير بأهم وأبرز العناوين. رئيس الدولة يبحث مع رئيس الكونغو الديمقراطية العلاقات الثنائية. ماكرون يدافع عن إصلاح نظام التقاعد العادل والمسؤول الذي يتعين تنفيذه بحزم. محادثات صينية أمريكية اقتصادية في زيورخ بسويسرا. كنا معكم مشاهدينا من 7 نيوز في أمان الله، وإلى اللقاء.